واي حدا عنده سؤال خلال المحاضره او انا بكون مثلا خربطت في حسابات معينه، بس ارفع لي ايدك بتبين عندي مباشره، بعمل ان ميوت وبشوف شو المشكله او شو السؤال اللي عندك. اذا خلينا نبدا محاضرتنا، نرجع للسكشن اللي حكينا عنه اللي هو ترانسفورميشن، وبذكر كان عندنا في الجينال ترانسفورميشن حكينا في عندنا كيسز، وتركنا اخر شيء تو اكزامبلز. طبعا هذول الاكزامبلز انا حليتهم بالشعب الثاني، فراح نرجع نشتغل عليهم. هذول راح امسحهم عشان نرجع نكتبهم. اوكي، اذا هذا اخر شيء احنا حليناه. الاكزامبل اللي بدي اشتغل عليه، بس خليني نتذكر ان المعادله، اذا ريكول هيك، خليني احط هيك يعني هذا خط للليكتشر القديمه، وهي كمان للتاكيد هذا هو الليكتشر نمبر 8. ليكتشر 8 راح نكمل زي ما حكينا سكشن 2.10 اللي هو كان ترانسفورميشن. إذا كانت المعادلة بتحكي لنا linear coefficients a1x plus b1y plus c1dx plus a2x plus b2y plus c2dy equals to 0. حكينا هاي بنقدر نحولها ل homogeneous، تحويلها ل homogeneous راح يكون باستخدام الترانسفورميشن التالي اللي هو عبارة عن x بتساوي u plus h و y بتساوي b plus k. الآن ال k وال h منين بدي اجيبهم؟ أو h و k هذول solutions، solution للسيستم التالي اللي هو a1x plus b1y plus c1 equals to 0، يعني تساوي الأول بـ 0 والطرف الثاني a2x plus b2y plus c2 هاي c1 equals to 0. حلهم بيطلع معك هذول، لأن لما تستبدل x بـ u plus h وهون v plus k and so on، هذا السيستم مباشرة بتحول لـ homogeneous a1u plus b1v، وبتطير اللي عندي c1 وهي du plus a2u plus b2v dv equals to 0. صارت الآن homogeneous. بعد ما تحولها homogeneous راح تحولها لseparable، إنك تفرض w بتساوي v على u. هاي السبستيتيوشن التالي حول لي إياها الآن لseparable، بتصير على الشكل dw على dv أو على du. راح تصير هي عبارة عن functions، مثلا function of w في function of u دائما، وبتصير separable. هذا باختصار كل شيء أخذناه المحاضرة السابقة. الآن نأخذ examples زي ما حكينا، بس اتذكر كمان إنه حكينا المرة اللي فاتت إنه هذول في بعض الحالات ما في داعي لكل هاي transformation method. بعض الحالات ما إلها داعي هاي كاملة. إذا كانت مثلا A2 بتساوي B1، إذا A2 بتساوي B1 هاي بتكون exact. إذا كانت C1 بتساوي C2 بتساوي 0 بتكون homogeneous. هذول الحالات ما بدهم الترانسفورميشن. وأخيرا إذا كانت A1B2 بتساوي A2B1 هاي بتكون of type AX plus BG. إذا غير هذول الحالات، الحالة الثانية otherwise احنا راح نستخدم الترانسفورميشن. هذا نشوف هلا اكزامبل، ممكن يكون مالتيبل تشويس اكزامبل، بس طبعا زي ما شفتوا السؤال طويل كثير المرة اللي فاتت، لكن انا بقدر اعطيك جزء فقط منه. اما احكي لك اوجد اتش كي، او انا اعطيك اتش كي واقول لك حولها ل هوموجينيوس، او اعطيك الاتش كي واقول لك حولها ل سيبرابل، او اعطيك السيبرابل الناتج عنها واقول لك كمل حل، يعني بعطيك ممكن جزء منها. اذا which one of the following transformations converts the following differential equation اللي هي عبارة عن x minus y plus 6 dx plus
2x plus y plus 6 dy equals to 0 into homogeneous. اوكي الخيارات هي عندي a x equals u minus 4 y equals v plus 2. الخيار الثاني عندي x equals u plus 3 y equals v plus 3 c x equals 2u plus 1 and y equals هاي y طبعا y equals v plus 3. اخيرا عندي الخيار x equals u plus 2 وال y equals v minus 1. نشوف اذا اي خيار منهم صحيح. وما بده يعني احل الايكويجن فقط. He asked me to find the constants h and k. إذا عرفت الـ constants h and k يعني معناها عرفت أنا الـ transformation. إذن solution. طيب إذن نرجع للسؤال. بحكي أنا عندي to find h k we need to solve the system. السيستم بجيبه من الطرف هاي والطرف هاي بعملهم معادلتين x minus y plus 6 equals to 0 2x plus y plus 6 equals to 0. حلهم راح يعطيني h و k. إذا تماما واضح إن I can eliminate y إذا add إذا x plus 2x 3x plus 12 equals to 0 إذا x equals to minus 4. معنى هذا الكلام إنه h equals minus 4. قيمة h اللي هي مع الاكس دائما لان اذا x minus y plus 6 equals to 0 if we plug x equals minus 4 it becomes x minus minus 4 minus y plus 6 equals to 0 which implies that minus y plus 2 equals to 0 so y equals 2 it follows k is 2. So now the substitution x equals u plus h, which is minus 4, and y equals v plus k, which is 2. إذن هذا linear transformation اللي بيحول لي إياها لإكزاكت، سوري بيحول لي إياها لهوموجينيوس، بس هو ما طلبني الحل فقط طلبني transformation بالمقارنة بالحلول. The answer is A. هذا اللي أنا حصلت عليه. الآن ممكن يسألني سؤال ثاني مثلا إنه يسألني now the transformation method converts the equation into homogeneous equation وبيعطيني خيارات إيش هي الهوموجينيوس إيكويجن. الآن بحول هاي لهوموجينيوس وبعدين بشوف إيش الخيار. إذا مثلا هاي أكتب لكم example هلا بس هيك خطر في بالي ممكن إني أعمل لك إياه example. 1 of the following homogeneous equations is resulting after using the transformation method اللي هي x equals u plus h y equals v plus k. هاي transformation method. لاحظ ما اعطاني لا ال h ولا ال k to the equation نفسها. بدي اعطيك نفس المسألة اللي اشتغلناها قبل شوي. المسألة اللي هي x minus y plus 6 dx plus 2x plus y plus 6 equals to dy. هون في عندي dy equals to 0. بدي يعطيني خيارات. طبعا راح اترك الخيارات عبين ما احلها او اذا بتحبوا ما في مشكله بنظبطها. اذا الخيار A اللي هو عباره عن
واحد ناقص في اوفر يو دي يو، لا بكون طبعا مظبط لك اياها جاهزه، بلس 2 بلس في اوفر يو اللي هي في برايم يعني دي في اوفر دي يو ايكوالز تو زيرو. لاحظ هاي هوموجينيوس بس انا مو مرتبها كامله. الان بعطيك خيارات ثانيه كمان، ممكن مثلا بي في اوفر يو بلس 3 بلس 1 ماينس في اوفر يو دي في اوفر دي يو اي في ايكوالز تو زيرو. خيار سي مثلا 2 بلس 4 في اوفر يو دي يو سوري هاي دي يو كلها مقسوم عليها جاهزه بلس v over u dv over du equals to zero. finally d ممكن اعطيك الخيار مثلا v over u plus 4 plus 3v over u minus 1 dv over du equals to zero. هيك سؤال مثلا هسه خطر في بالي احط لكم اياه، انه بناء اذا سالني اوجد الهوموجينيوس ايكويجن اللي بتحصل. الان لاحظ بامكاني ان اوجد الاتش والكي واكمل، بس اي دونت نيد اتش وكي سولوشن. احنا اتفقنا انه اي معادله تقدر تحولها لهوموجينيوس باستخدام هذا الترانسفورميشن اتش وكي، لكن ما دام ما بدي يعني احل المعادله ما في داعي اعرف قيمه اتش وكي. بحكي المساله مباشره بتتحول على شكل يو ماينس في دي يو بلس 2 u plus v dv equals to 0. لاحظ المسألة هاي هيك كانت، هاي المعادلة دائما أبدا لما تحولها لهوموجينيوس وتعوض محلها ال h وال k، ال h وال k بيطيروا الستة وبيطيروا الستة اللي هون وبيحول ال x ل u وال y ل v dx ل du وال dy ل dv. إذا ما في داعي أعرف شو من ال h وال k، علما إني بقدر أعرفهم بس هذول بدي إياهم عشان أحل المعادلة. إذا بالقسمة على يو هلا كل الأطراف divide over يو over يو هاي over يو over يو عشان أتأكد إنها homogeneous. إذا بتصير عندي واحد ناقص v over يو du plus 2 plus v over يو dv. الآن اقسم على du على du equals to zero. إذا المسألة صارت عندي هي عبارة عن واحد ناقص v على يو plus 2 plus v على u dv over du، وهاي هي الخيار الموجود عندي اللي هو كمان نمبر A. إذا هي صارت homogeneous. ممكن يسألني convert the homogeneous ل separable كمان، فبدك تفرض w وتطلع الجواب. إذا في حدا عنده سؤال ممكن يرفع إيده، وأتأكد كمان إنه الصوت واصل للجميع ما في مشاكل. هي بدي أعمل unmute للجميع، إذا الصوت واصل قولي لي أوكي، إذا في حدا عنده سؤال كمان يسأل. الصوت واصل؟ واصل واصل تمام. واصل ممتاز. في حدا عنده سؤال؟ اذا اتابع الاكسرسايز الاكزامبل اللي بعده، اخر اكزامبل اكزامبل الاخير. الان بحكي لي هذا اللي تركناه كمان اخر مره، solve the differential equation اللي هي اللي تركناها، هاي تركناها. إذا find the solution أو the general solution طبعا to the equation 2x minus y plus 3dx plus minus x plus y dy equals to zero. هذا بتذكر أنا تركته وما حليته. باجي بحكي solution، مو اول ما اشوف لينير كوفيشنتس مباشره ابلش في الترانسفورميشن، ترانسفورميشن طويله. الافضل اني استخدم الحالات اللي لها واحد واثنين وثلاث. لاحظ انا عندي هون لو سميت هاي ام فانه ام صب واي بتساوي سالب واحد، لو سميت هاي ان ان صب اكس بتساوي سالب واحد، معناها انا عندي الخيار اللي هو اي 2 بتساوي بي 1. اذا هي اكزاكت equation، فاذا حلها بالاكزاكت بيكون اسرع بكثير. ما دامت اكزاكت اذا انا بحكي الحل هو عباره عن
f of xy equals to constant. الآن كيف بنطلع ال f of xy؟ بنحكي بنحل السيستم اللي هو f sub x equals m و f sub y equals n. هاي معادلة واحد، هاي معادلة اثنين. بمسك الطرف الأول بكامل الطرفين بالنسبة ل x. إذا f sub x بتساوي تكامل m d x. هذه المعادلة رقم واحد، إذا from 1. إذا تكامل f sub x dx هو f، وتكامل الام يعني معناها تكامل الاثنين x minus y plus 3 dx. طبعا اتذكر انه فيها y معناها راح يطلع constant of y. اذا f of xy it equals x squared minus xy plus 3x plus g of y. الان الy وال3 هم constants. طيب بدي اعوضها باثنين، بس عندي اثنين f sub y، اذا لازم اوجد f sub y يعني مشتقتها بالنسبه لy. اذا x squared مشتقتها 0، مشتقتها بالنسبه لy x، مشتقتها بالنسبه لy 0، ومشتقتي الاخيره بالنسبه لy g prime of y. هلا هاي plug it in 2، اذا معناها بستخدم 2 اللي بتحكي لي f sub y بيساوي n. اذا f sub y هو minus x plus g prime of y equals الn معروف معي اللي هو هي فوق minus x plus y. لاحظ انه لازم يكون الفانكشن فقط ان y الريزلت. y فعلا طلعت معنا g prime of y equals y. integrate both sides. اذا عندي انا g of y هو عباره عن 1 half y squared، الكونستنت اتركه للاخر. اذا هلا راح نرجع نكتب السولوشن اللي هو f of x هيو equals k. اذا بس بدي اعوض قيمه ال y. اذا x squared ال g قصدي minus y xy plus 3x plus 1 half y squared equals k. هذا السولوشن. فما في داعي اروح للترانسفورميشن، لكن انا بدي اعطيكم اكسرسايز انه حاول تحلوا بالترانسفورميشن قارن الحلول مع بعضها. لان في حدا عنده سؤال على هاي الميثود؟ لانه راح ننتقل الان للميثود الاخيره. اذا حدا عنده سؤال ممكن يرفع ايده. مش شايف حدا رافع ايده، بتاكد في بعض الطلاب يمكن ما بيش يرفع ايده، فهيني بعمل ان ميوت كمان. في حدا عنده سؤال؟ اذا الامور واضحه، نكمل الان للميثودز الثانيين. فاذا ننتقل للميثود اللي بعدها واللي هي بالسكشن 212. اذا 212 هي كليرت ايكويجن. كليرت إكويجن اسم المعادلة كليرت إكويجن اللي هي يعني الميثود تبعتنا راح تكون using the كليرت إكويجن method. الآن أول شيء بس أستذكر معكم التسع طرق اللي أخذناهم مع هاي الطريقة بصيروا 10، وهذول هيك فقط العشر طرق اللي راح نأخذهم خلال هذا الفصل. أول طريقة سيبرابل، اثنين لينير، ثلاث إكزاكت، أربعة convert to إكزاكت، خمسة substitution number 1 which is Bernoulli، 6 substitution number 2 homogeneous، 7 substitution number 3 ax plus by اللي هي 8 هلا substitution اللي هو الجنرال substitution، و9 اخذنا قبل شوي الترانسفورميشن، و10 كليرت ايكويجن. اذا we have 10 methods to solve first linear order differential equations. هلا نيجي نحكي عن هاي الميثود y equals x y prime plus f of y، وال f of t بشكل عام is differentiable function. يعني اي function بيكون differentiable وحط في جواته ال y زي مثلا ln t t squared اي function، هاي بنسميها كليرت. الان اذا كان موجود اي عدد مضروب بال x هذا بتبطل كليرت، لازم تكتبها بهذا الفورم عشان يكون اسمها كليرت. اعطيكم examples على كليرت equations نتأكد انه كليرت او لا. نمبر 1 y equals xy prime plus 2y prime squared plus 1. نحكي yes it is a cleared equation، وما دامت cleared equation اذا شو الفانكشن اللي عندي؟ الفانكشن اللي هو طبعا هاي y prime بس انا كتبت squared هلا بظبطها. اذا هاي y prime، اذا الفانكشن عندي 2 t squared plus 1، اذا cleared equation. two
مثلا ناخذ y squared equals xy minus sine of y prime. نحكي هاي بتشبه الكلارت كويجن، لكن للأسف عندي هذا الحد مو صحيح، لازم تكون standard y equals, so it is not clear equation، ولا يمكن أضبط في أقسم على y وتروح. نحكي أوكي، لو كنت هون ضربها بواي وضرب هاي بواي فبقسم على y بتصير تمام. هلأ number 3 مثلا 2 y double prime equals 2 x في y prime minus خلينا نحكي y على x. هاي هل هي clarity equation ولا لا؟ طبعا هو ممكن كمان اضيف مثلا هاي ال y double prime، انا كاتب هون خطأ، ما قصدي y double prime، انا قصدي فيها هاي اللي هي 2 y prime تربيع، هاي بقصد فيها مو دبل برايم. مثلا هون بلس لين اوف واي برايم، بحكيها اذا بقدر اكتبها على الشكل ستاندرد فبتكون كليرت. الان لاحظ انا بهمني التيرمز الاثنين اللي بهمنا الواي والاكس واي برايم، هذول اهم اثنين. فاذا لو بسطتها هاي بتصير 2 واي برايم سكويرد ايكوالز 2 اكس واي برايم ماينس 2 على اكس واي plus natural log of y prime. الآن طبعا أنا في عندي هون x بس نسيت أحطها، هاي x مع x بتروح، فبتصير عندي هلأ خذ ال y على الطرف الثاني، بتصير عندي 2y equals خلي كل الأشياء مع بعض هلأ y prime زائد natural log of y prime بعدين ناقص 2y prime squared. تقريبا هلأ ما ضل علي إلا أقسم على 2، وهي نص كمان، وهي على 2. إذا صار الشكل النهائي y equals xy prime plus، لأن هذا كله هيك صار اسمه function الـ f of t y prime ناقص y prime squared. إذا فعلا هاي clear equation، والform تبع الـ f هو f of t بيساوي 1 half ln of t minus t squared. إذا yes it is a clear equation. إذا هي تعرفنا كيف أشكال clear equation. هلأ السؤال تبعنا how to solve clear equation. إذا question how to solve clear equation. الانسر بحكي لنا there are three steps answer. طبعا ناخذ الايكويشن نكتبها بس، اللي هي y equals xy prime plus f of y prime. باختصار بحكي لي if we find y prime equals function مثلا f of x، هلا بس اعرف شو قيمه ال y prime، then the solution is y equal phi of x x plus phi f of phi of x. بس ممكن تكون طبعا ال y prime بدلالة طبعا ال y، ممكن، بس انا بحكي لو كانت على الشكل التالي فراح يكون الجواب النهائي. اذا معناها we only need to find، إذا الـ answer only we need to find what is y prime. إذا هاي الريمارك اللي شفتوها هون، لاحظوا إنه y equals x y prime f of y prime، فلو عرفت شو قيمة الـ y prime إذا النتيجة بنحكي we need only to find y prime terms of x و y. ممكن تعتمد على x و y، بس اعرف شو قيمة ال y prime انتهينا. الآن كيف نعرف قيمة ال y prime؟ هاي الستبس الآن to find it step 1. إذا نتذكروا إحنا بدنا بس نعرف قيمة y prime ونعوضها في المعادلة. differentiate both sides، differentiate
both sides. طيب نشتق الطرفين في المعادلة الأصلية، هي المعادلة equals xy prime plus f of y prime. يلا نشتق الطرفين، الطرف الأول بيعطيني y prime، الطرف الثاني في عندي product. So the first times the derivative of the second plus the second times the derivative of the first. إذا اشتقت الأول بس واحد. الآن هاي chain rule هلا f prime times y prime times y double prime. f prime of y prime times y double prime حسب chain rule. بيحكي لي الآن هذا اللي كان بدنا إياه بالform عشان نخلص من ال y prime. أنا بحاول أوجد قيمتها. إذا 0 equals خذ عامل مشترك ال y double prime، دائما لازم تعمل نفسها خطوات f prime double prime. سوري f prime of y prime. الآن هاي المعادلة بتعطيني two solutions، either y double prime equals to 0 or x equals minus f prime y prime. عندي معادلتين، عندي two cases. فإذا ال y double prime بحلها بطلع منها قيمة y prime. إذا عندي هلا رح يطلع عندي step 2، ناخذ الكيس الأولى if y double prime equals to 0. سهل جدا نطلع قيمة y prime، كامل الطرفين y prime is constant. إذا the solution is، تذكروا إن السولوشن هو نفس المعادلة بس أحط قيمة y prime. إذا كانت المعادلة هي هون موجودة، شايفينها؟ المعادلة كانت y equals xy prime، إذا نحط محل ال y prime c plus f of c. ال f طبعا موجود معنا بالمعادلة، فإذا لاحظ ال f of c constant وال c constant، فهذا straight line، هذا دائما straight line، إذا عشان هيك بنسميه straight line solution. أنا كثير مرات باجي بسألك فقط find the straight lines solution، family من straight lines، هذول كلهم solutions للمعادلة الأصلية اللي هم رح يجوا من وين؟ رح يجوا من حل أول معادلة. هلأ بس step 3 ممكن يكون عندي، ممكن يكون عندي معادلة ثانية اللي تساوي 0، ممكن x equals minus f prime of y prime. هاي طبعا نحلها لأنه قيمة ال f prime. فإذا كانت الـ f prime مثلاً 1 على y prime، تقلبهم بتطلع قيمة الـ y prime. إذا solve this to find y prime as a function of x. هذا إذا قدرنا طبعاً نوجدها. إذا y prime بتساوي لي function of x. فإذا عرفنا شو قيمة الـ function of x، إذا الـ solution راح يكون زي هيك شكله. y equals محل الـ c هلا phi of x times x plus f of phi of x. إذا هذا بنسميه singular solution. المشكلة مرات في انك توجد هاي بتضلها مرات explicit، مرات هيك طلعت explicit، بس مرات رح تطلع معنا implicit. فإذا طلعت معنا implicit وما قدرنا نوجدها، بتضلوا عندك معادلتين بتكتبهم جنب بعض، انه y prime بتساوي او علاقة بy prime وهي علاقة بy. إذا قدرت أحسبهم فإذا هذا عندي الستريت singular solution، هذا اسمه singular solution. أنا مرات بسألك find the singular solution فقط، إذا معناها بدي الطرف الثاني تحله، هذا الطرف. مرات بحكي لك find the straight line solution فقط، بدك تحل step number 2. مرات بحكي لك find the straight line and the singular solutions، بدك تطلع الثنتين. مرات بحكي find the solution، لما أحكي find the solution معناها بدك توجد كل الحلول السنجولر والستريت لاين. إذا خلينا هلا بس عشان نفهمها كويس ناخذ أمثلة عليها ونطبق. إذا example، الاكزامبل الاول بيحكي لنا solve، لاحظ ما حكى اي شيء. solve معناها اوجد كل الحلول. solve the equation اللي هي، بس خليني اروح للاكزامبل الصحيح. هاي الاكزامبل الصحيح find the general solution. The equation. Then solve the equation. اللي هي y equals xy prime plus y prime plus 3 squared. الآن أنا بنتبه إنه شكل هاي مو لينير،
ولاحظ انه كيف الواي برايم جاي بفانكشن، اذا معناها انا عندي الاف اوف تي بتساوي تي بلس 3. هذا اذا حبيت اشوف الفانكشن اف اوف تي. اذا هاي كلورت ايكويجن، ما دامت كلورت ايكويجن اذا لها سولوشنز كثار، اشكالهم مختلفه، سنجولار وستريت لاين. الان بتحب تستخدم هاي القواعد اللي اعطيتك اياها مباشره وتعوض فيها، انت حر. ما بتحب تستخدمها، وانا بفضل انه ترجع من الاصل وتعمل الستبس. اذا ستيب نمبر 1 ديفرنشيت بوث سايدز، نحكي واي بتصير مشتقتها واي برايم. اذا هاي السولوشن مشتقة ال x y prime هي x y double prime plus y prime. هلا مشتقة ال square بصير 2 by chain rule times y double prime. دائما وابدا راح تختصر ال y prime، راح تصير عندي 0 بساخذ ال y double prime عامل مشترك، بضل عندي x plus 2 y prime plus 6 اللي هي بعد ما ضربتهم مع بعض. اذا صار عندي هلا 2 equations. الايكويجن الاولى y double prime equals to 0 or x plus 2y prime plus 6 equals to 0. عندي معادلتين كل واحدة منهم راح تعطيني solution. تذكر دائما هاي بتعطيني straight line solution، هاي بتعطيني singular solution. الأولى بتعطيني straight line solution، الثانية بتعطيني singular solution. إذا نحكي case 1 اللي هي straight line solution، راح يكون لما اجي احل الواي دبل برايم، اتذكر شو الهدف. الهدف وي نيد واي برايم از ا فانكشن اوف اكس. اذا قدرنا نحسبها خلاص انتهينا. طيب اذا اشتق كامل الطرفين بتصير واي برايم بيساوي سي، سي از ا فانكشن اوف اكس، يعني زي ما بقول اف اوف اكس بيساوي 1. تمام، عرفنا الواي برايم، اذا معناها بنعوضها بالمعادله الاصليه. تذكر المعادله الاصليه هي نفسها اصلا الحل y equals، بس ضل علي اعرف شو قيمة y prime. اذا السولوشن هو y equals c cx محل ال y prime c plus c plus 3 squared. اذا هذا ال straight line solution. لو تيجي ترسمه هذا straight line، طبعا بيعتمد على قيمة c، كل قيمة c معينة بيعطيني straight line معين. طبعا هاي لو يعطيني initial value problem at y مثلا of 2 equals 3 بتعرف قيمة c. راح نشوف زيها ان شاء الله. هلا الكيس نمبر 2 اللي هي singular solution، singular solution معناها انا بدي اخذ الحاله الثانيه انه عندي x plus 2y prime plus 6 equals to 0. فاذا انا I have to solve it in term of y prime، بس هاي سهل جدا حلها. اذا y prime 2y prime بتساوي minus x plus 6. هلا راح اقسم على 2، اذا y prime بتساوي ناقص 1 على 2 في x plus 6. هاي عرفنا قيمه y prime. اذا عرفنا قيمه y prime معناها عرفنا الحل، y equals x times y prime معناها minus x على 2 times x plus 6، هي x plus y prime plus f of y prime f of minus 1 half x plus 6. الان إذا بتتذكروا الاف هي عبارة عن y prime أو t plus 3 squared. إذا عندي t اللي هي هسه صار قيمتها زي هيك plus 3 squared. هاي من وين جبتها؟ هاي جبتها من المعادلة اللي هي شكلها y equals x y prime plus y prime plus 3 squared. هاي هي اللي انا عوضتها هون. اذا نرجع لمعادلتنا، اذا بتحبوا نبسطها y equals minus x over 2 x plus 6. هلا لما تضرب سالب نص في 6 بتصير 3، و3 بيختصروا مع بعض، فاذا هاي بتختصر مع هاي، فبصير عندي ناقص نص تربيع بتصير 4. اذا plus x squared over 4، وهي السولوشن نمبر 2. اذا انا عندي 2 families of solutions. الفاميلي الأولى هي infinite solutions، وهون عندي one solution. هذا solution هو بنسميه singular solution. فهيك أنا طلعت الحلول للمعادلة اللي هي clarit. أشوف بالله إذا في حدا عنده أي سؤال، في أي سؤال على هذا اللي شرحناه. دكتور آخر إشي، هذا اللي عليه تربيع كيف طلعته؟ اللي عليها هاي
هاي ولا هاي؟ الاخر ايش اللي بس طلعت دكتور الفوق خطوتين بس هاي صح؟ ايوه هاي. اه هاي احنا بنحكي مش طلعنا قيمة واي برايم، هي طلعنا قيمة واي برايم معطى بالسؤال، هاي هاي من السؤال موجودة هي اللي هي نفسها، خليني بالله اكتبها بطريقة ثانية يمكن اوضح هيك. اه انا حكيت تذكروا انه خطوات الحل هي كالتالي، اذا عرفت شو قيمة واي برايم رجعها للمسألة، بات من المسألة واي برايم بتساوي اكس واي سوري واي، هلا بورجيكم اياها هاي بالمسألة، اكس واي برايم بلس اف اوف تي، اف اوف تي او اف واي برايم بالسؤال هو معطيني اياه واي برايم بلس 3 سكويرد، نرجع نشوفها بالله بالمسألة هاي، هاي اللي سولف سولف ايكويشن هاي شايفينها، اكس واي برايم بلس واي برايم بلس 3 سكويرد، هاي اصلا هي جاهزة واي ايكوالز، هي محلولة، بس انا مشكلتي في الواي برايم اللي هون، مشكلتي في الواي برايم اللي هون، فاعرف لي شو قيمة واي برايم اعوضها. الحالة الأولى كانت قيمة واي برايم كونستانت، وهي دائما بتيجي لكل الأسئلة، لكل الأسئلة واي برايم كونستانت عوضتها. الحالة الثانية كانت واي برايم بتساوي ناقص نص اكس زائد 6، رحت عوضت محل واي برايم، هي عوض محل واي برايم في قيمتها، إذا اكس لما تضربها فيها بتصير ناقص اكس على 2 في اكس زائد 6، هي عوضت الطرف الأول، زائد الطرف الثاني واي برايم زي ما هي ناقص نص في اكس زائد 6 زائد 3 سكوير، هي من هاي اجت، بعدين اختصرت وصارت معي هيك تمام. هلا واضحه؟ واضحه دكتوره. خلص نعم. اه اذا عندنا احنا خطوتين، الخطوه الاولى انا بوجد قيمه واي برايم، الخطوه الثانيه قيمه واي برايم بعوضها في المعادله اللي اعطاني اياها، لما اعوضها في المعادله اللي اعطاني اياها بتطلع قيمه الفانكشن بدلاله اكس بس. هلا اتفقنا مرات هاي بتكون صعبه ما بتنحل، بيكون مثلا هون عندها تربيع فبدك تطلع عندك موجب سالب وتاخذ مثلا تو فاميليز من السولوشنز، او مرات تضطر تربع الواي عشان تطير السالب، فاذا لو ربعت الطرفين مثلا بتصير عندك واي برايم تربيع، يعني تنقل واي برايم تربيع كامله، فبدك انت تدبر حالك بحيث انك تطلع قيمه واي بدلاله فقط اكس، واذا ما قدرت طبعا هاي بخليها امبليسيت بسميها تي الواي برايم. اذا اشوف الان اكزامبل ثاني اذا فيش اسئله. طيب اذا نشوف اكزامبل ثاني، اكزامبل سولف، ناخذ واحده ثانيه اور فايند ذا سينجولار سولوشن to the Clerd equation اللي هي معطينيها بالمسألة y equals xy prime plus 1 minus natural log of y prime. لاحظ الآن انه حكالي اول شيء بده بس السنجولر، فاذا ما في داعي احسب الستريت لاين، يعني بدي المعادلة رقم 2 مو معادلة رقم 1، والحل هي جاهز. اذا solution نحكي المسألة بتحكي if we find y prime function of x، اذا عرفناه خلاص عوضه بالمعادله، فالمعادله بتصير زي هيك y equals x times phi of x plus 1 minus ln phi of x، هذا اذا لقيت ال y prime، اذا خلينا نوجدها وبس، وهي الحل جاهز من المعادله نفسها، هذا جاء هيو هذا اجى من هون، فان عشان نوجدها بنشتق طرفين المعادله، او بتكون حافظ انه singular بيجي عن طريق x equals minus f prime of y prime، انا ما بدي اعمل زي هيك، اسهل ان اشتق طرفين المعادله، اذا اشتق طرفين المعادله d over dx للمعادله كلها y equals xy prime plus 1 minus natural log of y prime، اشتقاق طرفين المعادله بيحكي لي y prime بيساوي xy double prime plus y prime plus، هلا مشتقه الواحد هو 0 ومشتقه اللين هي عباره عن 1 على y prime مضروبة في y دبل برايم، ليش؟ لأنه مشتقة ال y برايم هي y دبل برايم، chain rule دائما وأبدا هاي بتختصر، وراح يطلع عندي حلين، أنا بدي بس الحل اللي هو السنجلر، خذ ال y دبل برايم عامل مشترك، بضل عندك x ناقص 1 على y برايم، إذا السنجلر سولوشن راح ينتج عن هذه المعادلة اللي بتعطيني السنجلر. إذا نطلع قيمة الفي، لاحظ إنه الفي بسيط جدا، ما دام الفي بسيط إذا الأمور صارت سهلة،
إذا x بتساوي 1 على y برايم، وبالتالي y برايم بتساوي 1 على x. إذا صار عندي هلا هيك، هذا هو الفي اوف x، هذا هو الفي اوف x، صار السولوشن هلا تماما. نرجع نعوض قيمتها، y equals x في 1 على x plus 1 minus natural log of x، الاكس بتروح مع الاكس. طيب في على ما اظن هون في اشاره واحد انا تاركها، هيها صح، الاكس بتروح مع الاكس بتصير واحد، نعم اللي بدور عليها هيها. اذا واي بتساوي واحد زائد واحد ناقص لن الاكس، اذا بتساوي اثنين ناقص، طبعا سوري هاي واحد على اكس، اللي هي واحد على اكس، نعم الفي هي واحد على اكس، هلا بتصير اكس لما اخذ السالب جوا. اذا ممكن يكون مالتيبل تشويس كويستشن، مش معطيك هذا الخيار، معطيك الخيار الثاني، فتحاول تكتبها بابسط صوره، انه السالب لما ترفعها فوق بتصير واحد على بتصير اكس. الان هاي الصح واللي قبلها صح، بس حسب السؤال شو طالبك. فاذا لاحظوا هذا سينجولر سولوشن. مرات بنطلب في مالتيبل تشويس كويستشن اوجد فقط الستريت لاين سولوشن. ستريت لاين سولوشن اسهل بكثير، هي y w prime equals to 0، إذن y prime equals to c، بس بتعوض c محل الفي. هل في أي سؤال لغاية الآن؟ خليني أتأكد منكم معلش. في حدا عنده سؤال؟ تفضل. طيب ما في أسئلة؟ طب الصوت واصل؟ واصل لك. تمام شكرا. اذا نيجي للسؤال اللي بعده. اللي هو نكتب الان هذا السؤال كثير مهم، تبهوا لي عليه. بيحكي لي initial value problem، انا راح اعطيك هلا initial value problem وتحاول توجد لي السولوشن إلها، بس هاي طبعا على شكل كليرت إكواجن. إذا find the solution to the يعني لاحظ حكيت solutions to the initial value problem، مع أنه initial value problem بشكل عام هي إلها one solution، بس إذا ما حققت شروط النظرية تبعت اليونيكنس زي هاي المعادلة ممكن يطلع إلها أكثر من solution. إذن xy prime plus 1 over y prime، والy عند الواحد بتساوي 2. الآن أنا قاسم على y prime هون، طبعا مو لينير هاي المسألة، فعشان هيك الريكتانجل ممكن ما يحوي 1 2، وهلأ بنتأكد أنه راح يطلع لنا أكثر من solution. إذن بحكي لنا أنت عشان توجد initial value problem تذكر أن عندك two solutions. solution الأول اللي هو y equals x c او cx، احنا متعودين نكتب ودائما cx plus f of c، الاف اللي هو هي هون، هذا الاف of c هي الان. او السولوشن الثاني اللي هو y equals phi of x plus طبعا ضرب x plus f of phi of x. الان لاحظ هذا only one solution، هاي family من السولوشنز، فهاي الفاميلي بدك تطلع من هون. اذا هاي خطوات الحل، we find C using the condition اللي هو y of 1 equals 2، فبتطلع قيمة C من هون. طيب أما بالنسبة لهاي فما في إلها C، إذن شو بدي بالنقطة؟ إذن بدنا we check، لازم نعمل check إنه هل هذا السولوشن بيحقق الانشال فاليو بروبلم، هذا السولوشن بيحقق بس الديفرنشال كويجن بشكل عام، ما بدون أي شرط. فإذن لازم نعمل check if y of 1 equals 2، لازم بس تخلص تعمل تشيك، اذا صح بتاخذه واذا خطا بتلغيه. يعني ممكن الانيشال فاليو بروبلم هاي يكون لها 1 سولوشن، ممكن يكون لها 2 سولوشنز، ممكن يكون لها 3 سولوشنز، ممكن ما يكونش لها ولا سولوشن، حسب شكل الانيشال بوينت هون والسي والهاي. اذا خلينا نشوف هاي ريمارك، بس هاي هيك ريمارك. الان السولوشن، إذا خطوات حل الـ initial value problem لما تكون clarity equation بتبدأ كما يلي. بده طبعا solution يعني كل شيء. إذا أول شيء بنحكي y prime
equals نشتق المعادلة، أو خلينا نكتب المعادلة بالله وبعدين بشتقها. إذن d over dx للمعادلة اللي هي عندي y equals xy prime plus 1 over y prime، اشتقتها بتكون زي هيك y prime equals xy double prime plus y prime minus 1 over y prime squared times y double prime. هاي مشتقة ال a over f of x. طيب كالعادة هذول بروحوا مع بعض، 0 equals خذ ال y prime عامل مشترك، فبيضل ال double prime عامل مشترك، بيضل عندي x minus 1 over y prime squared. هاي عندي المعادلة بتعطيني two solutions فعليا. الآن إما يكون عندي y double prime equals to 0 or x minus 1 over y prime squared equals to 0. إذا لاحظ هاي مو explicit، هاي فيها تربيع ففيها موجب سالب، يعني ما رح تعطيني علاقة مباشرة explicit. الآن نحكي case 1، لما تكون y double prime equals to 0 مباشرة أنا بقدر أعرف y prime. عرفت y prime اللي هي c، معناها بعوضها بالمعادلة اللي حكينا عنها الأصلية، هاي سي طبعا. اذا المعادله الاصليه y equals، استذكرها هي y equals x y prime plus 1 over y prime، اذا بتصير cx plus 1 over c. هاي صحيحه لكل قيم c هي solution للمساله، لكن انا في عندي y of 1 equals 2، اذا لازم اطلع قيمه c. اذا 2 equals c times 1 1 plus 1 over c. لاحظ انه بتعوض محل x 1 ومحل y 2 to find the value of c. هلا هاي المعادله اذا طلع فيها قيمه c بنحكي is a solution، اذا طلعت phi قيم c فبنحكي there is no solution or there is no straight line solution، بروح اشوف السنجولر. فيعني مو ضروري يطلع عندي قيمه c حسب المعادله اللي بتظهر عندك هون. اذا لو ضربنا المعادله كلها ب c عشان نشيل الفراكشن بتصير 2c equals c squared plus 1. طبعا هاي c على c بتصير 1. اذا معادله تربيعيه بسيطه I think plus 1 equals to c، هاي complete square معناها c minus 1 squared equals to 0. لاحظ طلع عندي حل واحد. هذا الحكي مو دائما، ممكن يطلع معك حل، ممكن يطلع معك ولا حل، ممكن يطلع عندك عدد من الحلول كثير لا نهائي كمان، ممكن يطلع عندك كيف شكلها، شو شكل المعادلة، يعني إذا فيها sine cosine بيطلع عندك كثير حلول للc. إذا عندك معادلة تربيعية لها حلين على الأكثر، معادلة تكعيبية and so on. لأن أنا أوجدت حل واحد، إذا عندي one straight line solution اللي هو y equals x plus 1، هذا اللي هو straight line solution. straight line solution. إذا ضل علي كيس نمبر 2 هلا اللي أعقد شوي لأنه فيها معادلات ممكن نضطر نحلها. الكيس نمبر 2 بتحكي لي x equals، خلينا نتذكر شيء المعادلة. المعادلة كانت x equals 1 over y squared y prime squared. هاي بدي أوجد قيمة y prime وأعوضها بالمعادلة y equals x y prime plus I think إنها واحد على y prime، نعم واحد على y prime. هاي ممكن ما أقدر أحلها زي ما حكينا explicit، لأن عشان أحل هاي المعادلة بإمكاني طبعا، يعني بدل ما أظن أكتب y prime، لو حكيت set y prime بتساوي لي t بس للتسهيل. فكيف صار شكل السيستم؟ صار شكل السيستم x بتساوي 1 على t squared و y بتساوي tx plus 1 على t. واحد بيحكي لي حلها in x and y، يعني بس طلع لي قيمة الفانكشن in x. وتذكر أنا بدي at x equals 1 لازم تكون y equals 2، فأنا بإمكاني أطلع كل الحلول وأجرب أي واحد منهم بيزبط، وإمكاني أنا أول شيء أجرب النقطة وأطلع الحلول. يعني مثلا ممكن أحد الحلول t equals، طبعا هاي t squared equals 1 over x، معناها t equals plus minus 1 على جذر ال x. فإذا عندي two cases. الكيس الأولى y بتساوي لما نأخذ 1 على جذر ال x بتصير x على جذر ال x plus 1 على 1 على جذر ال x جذر ال x، اللي هي اختصارا بتصير y بتساوي جذر ال x plus هاي أشوف محل الواحد صح plus جذر ال x. تأكد هون نحط 1 جذر الـ x، اختصر محاي جذر الـ x، 1 على 1 على جذر الـ x جذر الـ x. إذا يعني y بتساوي 2 جذر الـ x، وامسح لي هاي ما في داعي لها. هذا الحل الأول. الآن الحل الثاني or y بتساوي، هلا بدي أعوض سالب جذر الـ x. إذا معناها بتصير عندي السولوشن الثاني هو سالب x على جذر الـ x
ناقص جذر الاكس. نفس الطريقة، إذا y equals minus 2 جذر الاكس. إذا أنا عندي 2 solutions طلعوا بالسنجلر، solution 2 solutions على الأقل، لأنه أنا عندي المعادلة t تربيع في إلها حلين. إذا وبالتالي هلأ بس واحد منهم ممكن يحقق، ممكن ولا واحد يحقق الحل. فإذا ولا واحد حقق الحل بحكي there is no singular solution، فقط في عندي straight line solution. إذا اثنين حققوا الحل بيكون عندي singular solution اثنين، وفي عندي straight line solution. إذا خلينا نتأكد بالله من النقطة اللي هي y of 1، y of 1 بتساوي 2 بجذر الواحد، يعني 2 صح. إذا هي y of 2، إذا بأخذ هذا solution. نشوف الثانية، y of 1 بتساوي ناقص 2 في 1 ناقص 2، هاي خطأ لأنه solution أنا عندي at 1 equals 2. إذا only we have a singular solution here. إذا the singular solution is y equal to the x. هلا هو حكى لي find all the solutions. إذا all the set of the solutions, the set of all solutions نحطهم كلهم y equals، نتذكر شو كان x plus 1 على ما أظن، أي x plus 1 هذا straight line solution، y equals 2 square root of x، هذول هم set of solutions اللي عندي. إذا initial value problem اللي كنا نأخذها باللinear differential equations دائما one solution، لكن بكلوريت أنها مو linear فبدها rectangle معين. معنى هذا الكلام إنه ما في عندي rectangle يحوي نقطة ويكون الفانكشن عليها متصل. إذا ممكن أوجد أكثر من solution أو two solutions أو حتى ولا solution أو three solutions أو infinite من solutions the initial value problem. إذا هيك بنكون أنهينا هذا السؤال. لاحظتوا إذا بس حكالي طبعا find the solution بدون initial value problem، هيك راح أكتب الحل الأول اللي هو general solution، هذا شايفينه بالإضافة للtwo solutions اللي حصلنا عليهم، فراح يطلع عندي family of solutions straight lines واثنين الموجب والسالب، هذول كل solutions الموجودين للinitial value problem. أتأكد الآن وأشوف إذا في أحد عنده أي سؤال. هل في أحد عنده سؤال؟ إذا زي ما أنتم شايفين clear equation هي خطواتها دائما نفس الخطوات. أتفضل احكي. بس آخر نقطة ممكن تعيدها؟ آخر نقطة اللي هي set of all solutions. أنا مش طلعت كثير مجموعة من الحلول، طلعت أول شيء الحل الأول ذاكر، هذا أول حل هي صح؟ نعم بعد مزبوط. ما طلعنا قيمة C، إذا هي بدي أحكي the set of all solutions يعني كل شيء الستريت والسنجولر، هي أول حل خليه ببالك. طلعنا حلين بعدين، هذا حل وهذا حل صح؟ في غيرهم لا، بس واحد منهم ما حقق النقطة، النقطة عوضناها هون حققت، لكن الثاني لما عوضتها هون ما حققت. إذا معناها واحد منهم ملغي وظل الثاني. إذا شو كل السولوشنز اللي حصلت عليهم؟ هم اللاين والروت والسكوير روت. أما لو حكالي find the general solution، الجنرال solution هي remark، the general solution إيش الثاني؟ هذا ما في initial value، فكل السولوشنز رح يطلع cx plus 1 over c، هذا الحل الفاميلي، والحل الثاني y equals plus minus 2 square root of x، يعني عندي فاميلي وحلين، هذا general solution. لكن عند y of 1 equals 2 اختصرنا طلعوا بس عندنا حلين. هل في حدا عنده حل ثاني، عنده أي سؤال ثاني؟ طيب مدام ما في سؤال ثاني احنا رايحين الآن نتوقف هون، بظل عنا آخر درس. إذا خليني بس أعمل stop recording عشان أسمع إذا في أسئلة كمان أو أي إشي تاني.